السلام عليكم. مهندسة زينب علي مصطفى، محافظة إسماعيلية، أمينة المرأة، حزب الحرية والعدالة. وجايين ايه ما شاء الله؟ انا شايف كده طبعا من باب المشاركة، لان احنا مجتمع واحد وكلنا بنطالب بنفس المطالب، كلنا بيجمعنا قاسم مشترك بنفس المطالب، مفيش فروق ابدا، كلنا بنجتمع على مطالب الثورة كلها ان شاء الله رب العالمين، وهنستمر لعند ما تتحقق ان شاء الله رب العالمين، ولكن بضوابط وبدون تعطيل للعمل، باستمرارية في الانتاج ان شاء الله، بحيث لا نضر بمصلحة الوطن يعني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندسة رضا عبد الله محمد عطوة، محافظة الشرقية، أمانة الشرقية في حزب الحرية والعدالة. حزب الحرية والعدالة. ما احنا جايين مع بعض بقى، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. احنا برضو الحمد لله جايين برضو زي ما قلنا، ان احنا جايين عشان فعلا هدف واحد، ان احنا نحقق باقي مطالب الثورة، واحنا ما بننفصلش عن الشعب، احنا حاجة واحدة، احنا كلنا بنعمل حتى منهجنا في حزب الحرية والعدالة ان احنا نصلح بلدنا وكلنا ايد واحدة، عشان كده حزب الحرية والعدالة مفتوح لكل المصريين. يعني هو حتى شعاره نحمل الخير لمصر، المصريين ومصر كلها. فاحنا مفاتيح كل المصريين من حقهم يدخلوا في الحزب، مسيحيين، مسلمين، شيوخ كبار، كله يدخل في الحزب، ما فيش عندنا اي مشكلة. السلام عليكم، اسمي إيثار السيد عبد الله من الشرقية. انا جاي عشان نكمل الثوره بنجاح ونساعدها انها تفشل، ونساعد اخواننا واخواتنا ان الثوره تكمل بنجاح على اخرها، ومش بنفرط في دم الشهداء ابدا، ما نفرطش في دم الشهداء. شكرا. شبكة يقين الإخبارية من غير ألف ولام، شبكة يقين الإخبارية على الفيس وعلى اليوتيوب، شبكة يقين الإخبارية على الفيسبوك. شكرا.